ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في البرنامج بتاعي اللي هو هنا والاصدقاء. والنهارده هنعمل حاجات جميله جدا جدا جدا، وان شاء الله تعجبكم. ازيك يا ام بركات؟ ازيك؟ ازيك، عامله ايه؟ ازيك ولا ايه؟ لا، اصل لقيتك دخلتي كده واندمجتي ومش عارف ايه، وبص كده هنا والاصدقاء ايه؟ الاصل حاسس بقدمهم للوجو، بخليهم يتعرفوا على اللوجو. يعني اللي هو طب ما تعرفهم عليا انا افضل. يعني بل اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. الحلقه الجامده جدا اللي فاتت دي، ونورسين بقى كانت عامله شغل بقى. رساله يا نورسين من بركات كويلا نجم مصر، محدش يعلي صوته عليا لان انا يتيم، خلي بالك. ده لو سمحتك يعني يا نورسين. عشان يعني ما تجيش بقى ايه تقعدي تزعقي لنا وتعملي لنا واسكت والاهلي والزق. بس كانت حلقه حلوه صراحه، ضحكتني. يعني كانت حلقه حلوه يعني. تمام، فعايزين نقول لك بس يا نورسين شكرا اللي انت نورتينا الحلقه اللي فاتت، وكنت زي القمر، وكانت حلقه حلوه جميله ما شاء الله. ويعني الاطفال بدات تطلب الحلقه، وانا بعت الفويس ليكوا كلكوا، صح؟ مش انت سمعت الفويس؟ صح، لا انا عايزه الحلقه مش عارف ايه وتعمل كده. تمام، طب احنا هنعمل ايه النهارده؟ احنا النهارده هنعمل تجارب. حلو، تجربتين كده. هتحوليني مثلا؟ لا مش هحولك. انتوا كاطفال مالكوش امان. لا لا، احنا هنعمل تجربتين. اوكي، وهنستضيف ايه؟ هنستضيف دي؟ هنستضيف حد يعني. هنستضيف حد؟ ايه هنستضيف حد؟ احنا النهارده هنعمل يعني تجارب، وهنستضيف وهنتغدى وهنروح. لا، ما احنا ما ايه هنستضيف دي؟ قولي معانا ضيفه اسمها رودينا مثلا. حاضر. طفله جميله بريئه. حاضر. اسمها رودا. يعني ايه هنستضيف وبعد كده نروح؟ ماشي. انا عايز الناس تحس ان احنا صارفين يعني. طيب ينفع اقول حاجه؟ اتفضل. وعايزه اقول سفيان كل سنه وانت طيب على عيد ميلادك، وعبال الف مليون سنه، ويا رب النهارده تكون عيد ميلادك احلى عيد ميلاد في الدنيا، احلى عيد ميلاد في امريكا بقى، في مصر، في اي حته، احلى عيد ميلاد. فكل سنه وانت طيب يا صوفي، ويلا نبتدي الحلقه بقى. انت بتعيط ليه؟ انت بتعيط ليه؟ الساره كان عيد ميلادي من كام يوم؟ ايه بجد؟ والله عيد ميلادك ده في يوم اتنين. محدش عبرني. انت بجد؟ معلش. في حد عبرني، في حد معلش. عبرني، سوري سوري. لا يا جماعه، انا في حد عبرني. عشان الاحسن تفتكروا اللي احنا مقطوعين من الشجره. لا احنا مش مقطوعين من الشجره، والحمد لله ناس كلموني وجابوا لي هدايا وكنت مبسوط. حسب الله ونعم الوكيل. انت بتضايق ولا فرحان؟ انا اللي في قلبي بقى هو ربنا عارف، هو ربنا عارف الكوشن. دعوه ده زميلك بقى ده ولا ايه ده بقى اللي انت؟ لا ده اخو صاحبتي الزوارف. يا اخو صاحبتها، كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد مجيد. دفع لك بعدين. كل سنه وانت طيب، والحسابات دي هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل تجربتين. تجربتين زي ما قلنا، اهم حاجه ما فيهاش حد بيتحول. لا حد يتحول ايه؟ عشان اصلا يعني انا قايل بره لما قلت لي اقعد، قلت لك انا ايه؟ مش فاكره. حاجة ليها علاقة بالفراخ كده. قلت لك ايه؟ عايز اتغدى فراخ. انا عايز اتغدى فراخ، فانا اصلا جاي بايع الدنيا، انا عايز اتغدى فراخ. فاي تحوير واي حاجة ليها علاقة بالاكل في التجارب قبل ما نبدا. لا اكيد، لا اكيد، لا يعني اكيد لا. هما طيب. تجربتين حلوين جدا وسهلين وجمال بصراحة. سهلين وحلوين وجمال. وسيفتي، فيهم سيفتي اللي هو امان يعني. امان. يعني انا بربطين حزام؟ لا يعني مثلا ما فيش حاجه مثلا فيها مضره مثلا يعني. فيها مضره زي يعني التدخين مضر. ايوه، ما فيها سيفتي، فيها سيفتي يعني فيها امان نقدر سيفتي. نعملها يا لهوي، شايفين الانجليزي يا جدعان؟ اللهم صل على حضره سيفتي. النبي سيفتي. الله اكبر. لا ما اسمهاش سيفتي، اسمها سيفتي. ايه سيفتي؟ شفتوا هي بتقولها ازاي؟ اعتبرونا انا قلتها برضه. قوليها كده، سيفتي. شفتوا؟ شايفين الانجليزي؟ الله اكبر. الانجليزي مش ال ها يا محمد، خلي بالك انا عارف انت بتتكلم انجليزي ازاي. محمد ده فين يعني؟ طيب احنا طيب مش احنا المفروض في جمله انجليزيه سوف نتعلمها ان شاء الله؟ ان شاء الله في اخر، زي الحلقه اللي فاتت هنقولها في اخر الحلقه.
أو في أول حاجة. لا نقولها دلوقتي يعني؟ لا أنا الأستاذ بتاعك مش أنت اللي تحددي تقولي إمتى وما تقوليش إمتى. أوكي. يعني الله أكبر. ماشي. مفيش حاجة اسمها نقول آخر الحال، لا قولي لي يا أستاذ يا بركات يا كولا يا نجم العالم. الله أكبر، روح ربنا يكرمك يا جميل. لا يا نجم يا لهوي سواء يعني حاسيني كده اللي أنا حاجة كبيرة. قولي نقولها في الأول ولا نقولها في الآخر وأنا بقى أقرر. حاضر. يعني إيه حسيني برضو يعني اعتبريني جبت لك شمعدان قبل ما ندخل حتى يعني اي حاجه. شمعدان ماشي. طيب ايه رايك نقولها دلوقتي عشان الناس تلحق تحفظها؟ مع العلم ممكن تجيبها من على اليوتيوب وتسمعها 100 مره ورا بعض، بس اللي هو ايه عايزين برضو احنا نعمل هي كده. سهله جدا. طب يلا. My name is Hannah from Egypt. My name is Hannah from Egypt. قولي بقى الجمله الانجليزيه. ما هي ايه؟ انجلش ايه؟ ما هي دي الانجليش. My name is Hannah from Egypt. هما بقى يقولوا my name مثلا is نورسين، نورين، فريدة، أي اسم، سفيان، أي اسم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا محمد. خليكي كده الحلقة كلها. ليلي. مفيش بركات. كنت لسه أقولها. كنت لسه إيه؟ هتقولي آخر واحد؟ ده انت قلتي اسامي الناس كلها وجايه يعني جايه للاستاذ بتاعك حتى ما تعبرش. حاضر. قولي الجمله قولي فيها بركات اتفضلي. My name is بركات from Egypt. اهو قلت لك باسمك اهو. قوليها تاني مش عاجباني. حاضر. My name is بركات from Egypt. ايوه كده. يا رب يكون اللي فات ده اتقص ولا اي حد ما شافوش. طيب يعني ايه بقى؟ انا فاهم. اوعى اوعى انت كمشاهد او كمشاهده او كطفل رضيع يبقى فاهم اللي انا مش فاهم اللي هي قالته. اقسم بالله شهاده معتمده من الفيوم ولا بيفرق معايا حد. المره اللي فاتت قلنا ما بلاش حلفان الكلام. انا مش هحلف بس والله العظيم دي اخر مره. ماشي يلا اتفضلي. معناها ايه؟ معناها ان انا اسمي مثلا هنا او اي ولد او بنت او شفت طفل. شفت الانجليزي؟ اوعى تفكر اللي احنا مش فاهمين يا محمد. أنا اسمي مثلا أي اسم. أيوة ماشي. من مصر. أيوة من مصر. شاف الإنجليزي؟ لا قصدي شاف ترجمة الإنجليزي. قولي قولي كمان. بس بس هي الجملة؟ أيوة بس. أيوة المرة اللي جاية نعمل لهم الجملة أجمد فيه. بس كده يعني يعني خلاص الحلقة خلصت على الجملة دي يعني خلاص. اللي هو أنا اسمي بركات كويلة نجم العالم الله أكبر من مصر بس كده. أو حط بركات كويلة نجم العالم. ماشي يبقى My name is صح كده؟ بصي وقفيني تحس اللي أنا ماشي أوكي. My name is اللي هي My name is خلي بالك ليه لازم الإز تبقى بعد النيم. اسمها إيه؟ My name is. My name is. مش إز. أيوه My name is بركات كويلة سوبر ستار. استني ما انا كنت هقولها. My name is بركات كويلة big سوبر ستار. سوبر ستار في ايه بقى؟ سوبر ستار ومش مهم سوبر ستار وخلاص. فروم ايجيبت يا محمد عشان احنا صارفين. الله اكبر عليا. الله اكبر عليا. والله احنا قلنا محمد. ايوه الله اكبر عليا كده. ماشي اوكي. يبقى احنا كده قلنا My name is بركات كويلة بيج. لا ريلي بيج. خليها سوبر بيج. ذا وورلد السوبر بيج. صح بيج ستار ان ذا سوبر وورلد. طيب امال ايه بقى انا عمال اقول بيج 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 دي؟ انت بصراحه ضحكتني ليه؟ طب يبقى الجمله ازاي بقى عشان يبقى فيها عظمه كده؟ اوه يا لو ليك يعني ممكن نقولها My name is بركات كويلة بيج. كده مفيش بيج اسف. My name is بركات كويلة ذا بيجست يا لهوي ياما هي ستار ان ذا وورلد فروم ايجيبت. ايه رايك في دي ولا 50 جنيه وتقوليها بالنيابه عني من خدها فيديو؟ اكيد لا. طب بصوا يعني. يا جماعه عشان انا امكانياتي عاليه وخايف اقولها بنطق صحيح 100% فالناس ما تعرفش تقولها هخلي اكتشافاتي هي اللي تقولها. 50 جنيه ايه؟ 50 جنيه مش هعملها. 100 جنيه لا ولا اي حاجه. طب قولي وشاوري عليا وانت بتعملي. My name is بركات كويلة the biggest superstar in the world from Egypt. الله اكبر عليكي والله اكبر عليا وبسم الله ما شاء الله. يعني انا ما برضاش اطلع امكانياتي على الهوا عشان الهوا مش هيساعها يعني بس فالحمد لله.
طيب هنعمل ايه دلوقتي يا استاذه؟ هو احنا دلوقتي هنطلع فاصل. نطلع فاصل؟ ليه؟ ما القعده حلوه وجميله. لا ما احنا لازم نطلع والهوا جميل اهو. ليه؟ لا ما احنا هنطلع فاصل بقى عشان نخش على الحته الاجمد. اللي هي ايه؟ نخش على حاجه جامده. اطلع فاصل يا محمد. يلا باي باي. يلا نطلع فاصل ونرجع تاني. انا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا سي دي با با قولوا اديني مصروفي سي دي با با خلصت كل فلوسي. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً الأطفال الموديل، دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال موديلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون تقدم. عايزة إيه النهاردة؟ ما راح من غير تكليف. وقفيني بقى وقفيني بقى. اهلا اهلا بالعيد. اكشن. مهما كان الصبر ايديكم على بعض يا جماعه. برافو يا بسمله. برافو. اكشن. ده انت كويس صح؟ كده معروف شويه على انا بحييك لان انت اخترت الاصعب فكره ان انت تتعامل مع الاطفال دي. طب مثلا الساعة 8 الصبح ده تهديد بقى. ده مش راجل ولا تسألها في الدين يعني. لا والطريقة مبسطة وأغاني جميلة وكمان أنا شايفة إن أنت بتخليهم يعملوا تعبيرات بوشهم وبإيديهم ويتحركوا ويعملوا حركات جميلة مع الأغنية. حبك بيزيد في كل ثانية. هنا والأصدقاء ورجعنا تاني بسرعة 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 جدا عشان نعمل التجربة الجامدة بتاعتنا. ايه؟ نعمل تجربة جامدة. ورجعنا لا بي تجربة بابا 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 اديلي وضعي يعني. رجعنا لكم مرة تانية مع عمو بركات كويلة نجم العالم بركة مصر يعني. يعني اديلي وضعي. وضعي انا عايز وضعي. هو ليه لازم بركات كويلة في كل حاجة؟ عشان يبقى فيه لغوصة كده والدنيا تبقى حلوة. ها هنعمل ايه يا فنانة؟ فنانة ايه بقى؟ انت طلعتي دكتورة. بس انا هقولك حاجة بس انا كنت غلطانة لما قلت هنا والاصدقاء. أيه؟ هي هتكون الدكتورة هنا والاصدقاء من النهاردة. الله اكبر الله اكبر. تعاقدنا يا جماعة على كلمة ايه؟ الدكتورة هنا والاصدقاء في القناة. حلو كده؟ او في البرنامج. هي التجارب هتتعمل لوحدها ولا ايه؟ مش المفروض تقولي انا هعملها. حاضر. يلا قولي لي بس الاول هتعملي ايه الاول قبل ما تقومي. اول حاجه هنعملها نخلي الاكسبلودنج في الاخر. لا عربي وحياه النبي. لا هنخلي اللي هي بتفور لفوق دي بعدين. التجربه دي بقى عباره عن ايه بالصلاه على النبي؟ دي التجربه اسمها اقولها بالعربي قوليها لي بالشله بالفرنسيه وانا معايا كل اللغات ما بيفرقش. دي اسمها دانسينج بابلز. بابلز بترقص كده.
جميل وملونه بقى. طبعا كل الناس اللي بتتفرج فاهمه. يلا اتفضلي ورينا هتعملي ايه. ناخد ازازه فاضيه. ناخد ازازه وبعدين ناخد زيت. زيت ماشي. ما تفتكرنيش بس ان انا هعمل اكل. لا انا مش هتعملي اكل. زيت. نحط شويه زيت كده. احنا هنحط بضعة من الزيت. لا انا بضعة من الزيت. حجمه قد ايه هنا؟ ده؟ الزيت اللي هنحطه. لا ما احنا مش هنحطه كله. ايوه انا هنحط زيت قد ايه؟ ممكن مثلا نحط لغاية هنا. هنحط نصف كوباية زيت. نصف، خلي بالك من الكلام الدقيق، نصف كوباية زيت. الزيت اللي احنا بنعمل بيه الأكل والمشرميلو والمكرونة. لا ما هو مش زيت ال ده زيت تجارب. هتجيب زيت تجارب من عندك؟ لا ما فيش زيت تجارب. ما يكونش زيت اللي هو دورة. اي زيت ما يكونش تاني. زيت اللي هو دورة يعني هات اي زيت ما يكونش زيت يعني. روح قول له عمو عايز ازازه زيت ما يكونش مش ازازه دورة بس كده اللي هي فيها الكورن. طيب احنا هنحط زيت نص كوبايه. نصف كوبايه المقادير نصف كوبايه زيت. وتستنى لحد لما نعرف بقيه المقادير وهقول لك والله ما تقلقش. النور بتاعي. طب احط املاه لك انا. هاتي. اتفضل. الله اكبر عليا. لا ما بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. صورني يا محمد وانا بحط الزيت يا محمد. مين؟ لحد ما تقولي بس. ها؟ احنا المفروض هنعمل يا لهوي ده انت عايزه نص السلطانيه. اقعدي 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 لحد لما ايديا توجعني وهخلص. بص بقى يا محمد انت هتجيب ازازه فاضيه وتحط فيها القمح. ما احنا لو هتعملوا التجربتين هتحتاجوا ازازتين كده فاضيين. هتجيب ازازه زيت اللي هو مش الذره. لما تروح لعمه هتقول له كده ممكن مثلا تحيه مصر تحيه مثلا. تمام شجع منتجات بلدك يا محمد. كويس وتجيب واحد يتقدر يمسك ازازه الزيت. مع العلم لو كانت اتفتحت كانت نزلت بسرعه. انما ازاي لازم نتعب. بركات كويله نجم العالم. كويس يا بنتي. طب ما كنت وسعت الفتحه. ما علينا. طيب المهم يا حبيب قلبي المقادير بتاعتك. هتجيب نص كوبايه زيت تفضيها في كوبايه. قول يا فندم. هناخد نص كوبايه زيت زي ما الاستاذ قال. نجم مصر. نجم مصر قال. أيوة. وهنحط شويه ميه صغيرين. قول كفايه عشان ايدي وجعتك. كفايه كده. كفايه كفايه كفايه. هنحط شويه ميه. انا اوريكم الميه هتكون قد ايه. عشان طبعا لازم نقفلها بقى. طبعا لما تجيب ازازه الزيت عشان دي بفلوس يا حبيبي مش بورق عنب يعني انت دافع فيها فلوس. لما تخلصها تقفلها. طب فين الغطا؟ ما اعرفش. مش مهم تقفلها شيلها على جنب واحنا هنصرف. حط يا ماشي. انت هتجيب الزيت هتحط ايه؟ يبا في حاجات ترقعت. هنا انا مش مرتاح لك يا دكتوره. ليه يعني؟ طب والمقادير بتاعت الميه قد ايه؟ هو نقطتين ثلاثه يعني. وهتحط 17 معلقه ميه. لا مش 17 معلقه. بص بص هنوري له. بص يا معلم انت هتملى الازازه كده وتروح واخد منها الحبه دول. شوف انت بقى عندك بالنسبه لك الحبه دول. بص عايزين اللي من تحت الميه تكون الميه تنزل تحت يعني لتر يعني تكون. لتر ميه ماشي. وتشيل الميه برضو جنب ازازه الزيت عشان انت هتحتاجهم تاني. امال هتتمنظر على اصحابك ازاي وتقول لهم انك مخترع. ما لازم تشيل حاجتك ومعداتك. ومعانا الوان طعام. الوان ايه يا باشا؟ طعام. قلت لك بلاش حاجه فيها اكل زيت وميه وكله ليه علاقه بالاكل والوان طعام. ما هي مش هتنفع غير بالحاجه دي. ماشي يا ست اتفضل بس يبقى قولي لي عشان اجري. لا مش دي اللي بتفور اللي فوق. بس عرفيني عشان اجري. انا اعمل احمر. البنطلون ده غالي ب 17 جنيه فخلي بالك. والسويتر برضه غالي بقى. هنحط 10 نقط. 10 نقط؟ انت طيبه قوي. يا ست حطي نص الازازه خلي ربنا يكرمنا. انت بتعدي بجد؟ ايوه. اوكي. 3 4 5 6 يا حلاوه. بص يا محمد هتجيب بقى الوان الطعام مع الزيت مع الميه خلاص في الازازه. خلاص. طب ده ايه؟ ده الوان طعام والله. ماشي بس اللون يكون غامق ازرق او احمر. الوان طعام. الوان طعام او اخضر. ماشي. احنا هنحط بقى ده فيتاسيد. فيتامين د. فوار. فيتامين د. مش فيتامين د. انت هتجيب فوار بيفور.
فتازيد جيبوا اللي ده ماشي يا ست خلاص انت هتعملي لهم دعايه ده انا مش فاهم ايه لا ما تزعليش بقى عشان اجيب التجربه استعد للجري يا محمد ولا لسه لا مش دي مش دي اللي فيها جري لا ماشي ربنا يسرع يا رب نكسر الفتازيد ما ينفعش اكل حته طيب انت جاي تجوعيني ليه انا النهارده هنحط هنكسرهم لاربع حتت او ثمانيه زي ما تحب على حسب لا هي قرص واحده هنكسرها اربع اربعه وهنحط الفيتاسيد طب محمد كده هيتوه مننا يا محمد بعدين احنا استنى بس نفهم هوبا الله اكبر التجربه بتعمل لا استنى التجربه بتعمل الله اكبر مصر تحيا مصر استنى دي البابا الوان الوان ورا الكاميرا شايفين بنت مصر دي بنت مين دي بنت مصر وده مين ده مصري اللي عمل الاختراع ده الله اكبر اهي بترقص لوحدها اهي بابا زي ولونها احمر على فكره كمان اهو قولي يا بنتي قولي لونها احمر قولي يا بنت مصر خلاص في ايه بس كده التجربه خلصت ايوه هنعمل بقى تجربه ثانيه ايه ده ايه يا بنت مصر لا ما احنا مش كل حاجات كده يعني هي دي كده التجربه ايوه بابا بصي يا محمد اهي كلفتنا كام دي كلفتنا كام تقريبا؟ لا ما ب 10 جنيه هتبسط ابنك او هتبسطي عيالك اهو اختراع اهو علموا ولادكم الاختراع اهو لا ما انت ما ترجعش بقى هتنفجر ولا ايه؟ لا لو انت رجعتها مفيش بابلز اهو شايفين رجعها حبه صغيره الكاميرا شايفين بنت مصر وابن مصر اختراع اهو ب 10 جنيه اهو يا بنت خلينا نباهى بقى خلينا نعدي بقى اهو بص والنبي يا جماعه طب حطها هنا عشان وروني يا جماعه اللي انتوا جايبين الازازه كده وبتعمل فقاعات اللهم صل على النبي اللهم صل على حضره النبي الله 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 شايف ده اسم الاختراع ده ايه اسمه دانسينج بابلز اسمه الاختراع الممتع اسمه ايه بابلز اللي بترقص البابلز اللي بترقص والاختراع الممتع ب 10 جنيه من بنت مصر وابن مصر اهو هنا نعم هو الاختراع بس كده عشان حسيت لا افورت ايوه ده اهو ما بعدين بقى ما خلاص انا قلت لسه هيضرب او حاجه لا ما ده بقى اللي هيضرب بص يا ابني مصر اهو ده بس دخلت الاختراع قولي يا بنتي وعايزينه كده قدام الكاميرا الناس تشوف الفقاعات ويا طلع اهو بس نقفل بس عشان ايه اساعدك في حاجه عشان امكانياتي عاليه النهارده انا جاي النهارده فايق لا بصوا ايوه وعايزينه كده الناس تقعد ما هي هتتفرج يلا يا بنت مصر يلا. هنحتاج بقى ازازه ثانيه فاضيه طبعا الازازه الفاضيه ما علينا يلا هو هيعرف يجيبها ماشي وبعدين هنحتاج هم في التجربه دي حاجتين انا بس. حاسس ان انا مش متفائل ليه بقى قعدنا نعظم في الاختراع ما انت اللي عظمت مش انا ما انا كنت متوقع بقى بوم طخ لا ما دي بقى اللي بوم طخ على بركه الله يا محمد استنى الاختراع اللي جاي بس والنبي كتروا من يعني الخل كتروا منه كتروا من الخل عشان مفيد لا عشان لو احنا ما كترناش الخل وما حطيناش كربونات كتير دي اللي هنجري فيها دي مش هتفور اصلا مش هتطلع لفوق هتنفجر مش هتطلع لفوق يعني مش هتطير كده هتضرب لو احنا حطينا حبه صغيرين اعملي الاختراع اعملي الاختراع لو حطينا حبه صغيرين الحاجتين دول مش هتطلع فيه. قولي المقادير بس فين القمع حاضر القمع نسيت والله هي بنت مصر الاختراع يبوظ ولا هي بنت مصر؟ كربوناتو هو اسمه كربوناتو؟ خل كربوناتو صوديوم ايوه ما تقول ايه كربوناتو اللي هو ايه؟ كربوناتو هنجيب جزء من المانجا المانجاية ايه كربوناتو اسمه كربوناتو؟ كربوناتو صوديوم كربوناتو صوديوم وخل اي خل بقى بضعة من الخل؟ لا اكتر من بضعة؟ كوباية؟ بص ما تضحكنيش طب ما تعرفيني المقادير ما احنا هنحط مثلا حبه تاني ها يعني انا هعمل مجهود تاني لا هات انا اللي هعملها يا بنتي ايديك هتوجعك انا اللي هعملها يا نوري ماشي هتحط يا محمد نص كوبايه الزلابيه دي في الـ في الـ في الكنكه في الازازه صح في الازازه بص انت هتجيب ازازه خل يا محمد مطرح ما جبت الزيت اشتري خل وانت واقف عشان ما تروحش وتيجي انا خايف عليك والكربونات والنبي والكربونات دي نجيبها منين؟ الكربونات دي اعتقد بنجيبها من كارفور او من انت ليه مصممه تعملها دعايه للناس من السوبر ماركت من اي حد مثلا بيبيع من بقى احنا هنعمل تجاره انت لو عايز الكربوناتو كلمنا احنا نجيبها لك بس ماشي اوكي يا نهار ابيض
طبعا هتقعد تحط في الزمزميه دي نص ازازه الخل في ساعه، الحلقه هتخلص وانت ايه الاختراع فين بنفضي. ماشي علينا، هو قرب على فكره تتملي شويه. ماشي بسرعه علينا يا رب. مش انت بقى بركات نجم العالم بقى؟ ايوه صبها لو شاطر. هات صبها. ايه شوفيني ياما ابنك بيعمل اختراع اهو، ابنك الله اكبر يا مصر الله من فضلك بقى. انا اصلا اللي قايله الاختراع مش انت يعني، عشان بس ابنك مخترع ياما، كبرت وشفتيه. بصي يا طنط، بصي يا طنط، مش مخترع هو مساعد بس في الاختراع. والله ما بينك. ما اعملها. خلاص هقول للناس اللي انت قلت لي كذا كذا. ماشي ماشي. محمد شايفني وانا بخترع يا ولا؟ الله اكبر عليا. دوس جامد. دوس جامد اهو. أصدقائي الحلوين بركات بيخترع اهو، بركات كلها نجم العالم بيخترع. كل ما نملاها أكتر تنفجر أسرع. بتنفجر أسرع. ما أنا قلت أنت جاي تولع في الاستوديو ومحدش صدق. ولع في الاستوديو. طب قولي كفاية عشان إيدي وجعتني. هات أنا حطيت. كفاية. لا قولي كفاية. لا أنا الراجل، أنا الراجل. ما أنا لسه. قوي. أنا لازم أبان قوي. قولي 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 كفاية قولي كفاية. لسه. هنملاها لهنا كده. أيوة دوس كده. قولي كفاية يا بنتي. مش خلاص كفايه، انا اللي احطها. لازم تبقى قوي ايه ده لسه تحط تاني؟ ما انت بتقول ايدي وجعتني. قولي كفايه. انت بتفضح الناس ولا ايه؟ الناس معاك اصلا كده كده. عايز تقول حاجه ما تقولهاش بصوت عالي، قولها في الودان. ماشي ماشي. طب ما هو ما سامعينك برضه. يخلص الاختراع. طيب احنا بس عايزين نقول اقعد اقعد. بصوا بقى دي كل ما نسيبها بتخلص. انتوا عارفين يا جماعه ما تقلبهاش قوي. ليه؟ انا حاسس ان في حاجه تقلبهاش. عشان ما فيش بابلز هتظهر. طيب. يعني عايزين تقلبوه. بص انت بقى مش كده. بص بقى، بص يا صاحبي، انت مثلا عايز تعمل شمعايه حلوه بالبابلز وبالالوان الدرجات، احمر في اخضر في بص برسلي. خلصت قبليك. بص بص، هتروح تجيب فتله هتروح حاططها في وسط البتاع وتحطها في الفريزر. في الايه؟ ايوه هتجمد في الفريزر مش في الفريزر. هتجمد وهتبقى شامه، وتولع في العود الكبريت فيها وتفرج بقى، اتفرج بقى على الدنيا بقى والاختراعات بقى الله ولما اكبر. ولما تسيح بقى يا سلام. مع لقمه رغيف عيش او توست الله اكبر بقى، يعني الله يعني بص ده الاختراع. بعد كده انت بعدين هتبقى فرحان وتقول انا اللي عملت الاختراع، وانا هطلع في التليفون واقول انا اللي مخترع الاختراع مش انت. قربنا نخلصه. وانا قعدت اقول بنت مصر. ما انا بنت مصر وما بنت امريكا يعني. بس كده عشان تنفجر بقى وتنفجر في شعرك. نقفلها. ليه ده انا عامله عند الشيكو دودو وصارف عليه قد كده إيه؟ شعر الشيكو دودو ده، ده انا رايح له بقى ومكلف. طبعا انت اخويا المتابع اختي المتابعه، هيجي واحد يقول لك خدت 7 دقايق بتفضوا ازازه في الازازه. معلش انا عايز ارد عشان الحته دي مهمه. الصبر، خلي بالك الصبر، وما تعملوهاش في الكوبايه والنبي. لازم تفهم ان الصبر. طب يلا أهم. مش طب الصبر اهم حاجه في الاختراع. طب يلا عشان هحط. انا بقى لنا 10 دقايق بنفضي ازازه في ازازه. ماشي هحط الماجيك ده وهيطير ان شاء الله على بركه الله. استعد يا محمد. انا مش عايزه احط اللوكن، انا هاخد. طب ما تحط الكومودينو في البتاع. هاخد ما انا خايفه. يا مخترع. لا 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 يا بنت مصر. ما انت بس بقى، ما احنا لو حطينا دي وعليها كده دي هتفضل موجوده ومش هيبان حاجه. طب على بركه الله يا رب. ده لا 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 انا خايف انا خايف. طب ما تحطها. انا خايف بس على الجاكيت لا يتوسع. انا عايزه ابيض. حط الغطا كله. لو عندك معلقه صغيره منيها كلها. يا نهار. لا انت بتضحكني. اقعد بس هنا كده. طب ينفع اقف بره لحد لما تخلص؟ يا محمد الحق. يلا يا بنت حطي بقى. احسن بيقعد يقع. والنبي والنبي والنبي. ده انا يتيم. وقع. اتفرجوا على الاختراعات مصر. حرام عليك خليتنا اهو اهو اختراعنا اهو. الله اكبر. بنت مصر. الله اكبر. يا رب. الله فين؟ ما في الاختراع. ما هو ده. يا بنت مصر في الاختراع. ما هو مدفوع والله العظيم. هو ده الاختراع. ده بس ميه نزلت قد ايه بسببك؟ وكربونات نزلت قد ايه؟ كربونات نزلت؟ هو ده الاختراع. ايوه هو ده. ما انا قلت حاجتين بس. وده التاني اختراع. ايوه فيه يعني دول الاختراعين.
امال عايز يعني 3-5؟ اطلع فاصل. هي ليلى فل يا بنت مصر، هم دول الاختراعين. اعمل ايه يعني اكتر من كده؟ امال فين السقف هينفجر والبلالين؟ المره الجايه هجيب لك جردل قد كده واحط لك فيه عشان ينفجر بقى في شعرك ان شاء الله. اطلع فاصل يا محمد. هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا والاصدقاء، هنا سي دي با با. قوله ادي مصروفي سي دي با با، خلصت كل فلوس. في ظل المنافسة الشديدة اللي بنشوفها في سوق الملابس، ومن ضمن اللي بيساعد في الدعاية للملابس وخصوصاً للأطفال الموديل، دلوقتي تقدر تعمل إعلان منتجاتك بشكل مختلف من خلال موديلز أطفال مدربين على أعلى مستوى، ودي خدمة بتقدمها لك أكاديمية بركات كويلة لتدريب الأطفال لأقوى عروض أزياء تحت إدارة المخرج بركات كويلة. اتصل بنا على الأرقام التالية لاختيار الأطفال المناسبة لمصنعك أو لشركتك. أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون تقدم. عايزة إيه النهاردة؟ ما راح من غير تكليف. لا لا لسه في كوسين. وقفيني بقى. وقفيني. مهما كان الصبر. ايديكم على بعض يا جماعة. برافو يا بسمة الله، برافو. ده انتوا اخوات صح؟ كده معروف شويه على انا بحييك لان انت اخترت الاصعب، فكره ان انت تتعامل مع الاطفال دي. طب مثلا الساعه 8 الصبح ده تهديد بقى، تهديد مش راجل لا انت حاسس مسألة في الدين يعني. لا والطريقة مبسطة وأغاني جميلة، وكمان أنا شايفة إن أنت بتخليهم يعملوا تعبيرات بوشهم وبإيديهم ويتحركوا ويعملوا حركات جميلة مع الأغنية. حبي بيزيد في قلبي كل ثانية، كل ثانية، كل ثانية. هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء، هنا والأصدقاء. الله قاعده حلوه. طب ما احنا مش هنتكلم. اه يلا بقى انت دورك بقى. انا دوري؟ ما انت واخده مني الكاميرا من الصبح وجايه دلوقتي تقول لك ما انت دورك. انت دورك خلاص مش عايز. انت دورك دلوقتي، اللي هو بقى انت دورك بقى، خد دور حضرتك. ايوه كده يا نجم مصر يا بركات كويله. نجم مصر بركات كويله اتفضل. قولي دورك بقى. اتفضل دورك يا نجم مصر. انت بتعملي كده ليه؟ الاختراع باظت ولا ايه؟ لا لا مش قصدي عشان اقول لهم ان ده بركات كويله. مساء الخير، السلام عليكم. ورجعنا لكم مره ثانيه. ايه رايك في الاداء؟ قولي بسرعه. ورجعنا لكم. ورجعنا لكم مره ثانيه ومعانا ضيفه الشرف الحلقه. ايه رايك كده الاداء؟ الاداء قولي. قولي ادائي حلو. حلو جدا جدا ما شاء الله. يلا ورجعنا لكم ومعانا ضيفه الشرف رودينا. رودينا رودينا ساهر، ازاي؟ كويس. رودينا الحمد لله. رودينا حافظ. حافظ يا جماعه، في ايه حافظ؟ ماشي بس حق اللي انا مش طول الحلقه رودينا رودينا. ما انا حافظ بقى، عايز ابقى اللي انا حافظ. اتفضل. ازيك يا رودينا؟ الحمد لله. رودينا الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عرفينا بقى ب طب يبقى اتكلم ولا ايه؟ اتكلمي يا فندم اتفضلي. عندك كام سنه يا ريت؟ 12.
انا حاسس ان انتوا قاعدين مع بعض على جنب كده من كام سنه. يلا انا عايز اسمعكم، يعني انتوا مش عايزين تسمعوني؟ مش عايزين؟ لا اتفضل. سمعوني. انا ما قلتش ان انت مش عايز تسمع. لا اتفضل. بس معلش دي قعدت بنات بنت مصر دي المخترعه. اه مش هنسى. ما بيني وبينك دي قعدت بنات شويه. قعدت بنات. اتفضل. انت بتقول ايه؟ لا انا بقول جو اهيد. الانجليزي بتاع التطور يا جماعه بعد الاختراع لان اصطدمت. انت قلتها ازاي؟ جو اهيد. جو اهيد؟ ماشي. جو اهيد. ايه يعني بتحبي التمثيل ولا ايه الموهبه بتاعتك؟ تمثيل؟ تحبي تمثلي في ايه مثلا؟ تمثلي ليه؟ يعني مش فاهم. اتفرجي مثلا على التلفزيون؟ لا بتتفرجي على التابلت. طب ماشي ايا كان بتتفرجي على اي حاجه. بتحبي ان انت عايزه تمثلي مثلا برنامج؟ تمثلي برنامج؟ تعملي برنامج ولا تمثلي ولا تمثلي كرتون مثلا؟ تمثيل ايوه تمثيل كرتون. مصر اتغيرت بعد الاختراع قوي. قولي قولي. ماشي. اللهم صل على حضرتك. البخور يا معلم. ما تيجي بقى نفتح قران بالبره ولا ايه يا جماعه؟ المفروض هي اللي تجاوب. اه جاوب نسينا نقول لك جاوبي معلم. اتفضل. اللهم صل على النبي. رداينا. ايوه. طب اجاوب ايه؟ طب بصي بصي رداينا. ايوه حافظ. صح. اجاوب ايه؟ قولي بقى ايه حكايتك مع التمثيل وايه القصه؟ حكايتي مع التمثيل ان انا بحبه. وبعد ما بتحبيه؟ بحبه تاني. لا يعني قصده مثلا مره جربتي مثلا تمثلي حاجه في مثلا كرتون؟ لا هو انا على طول اصلا في البيت بمثل عليهم كلهم. الله. الله الله الله. ممثله ايه؟ طبعا طبعا طبعا. بابا عارف كده صح؟ عارف ان انا بمثل؟ عليه. صح كده؟ رساله لبابا رودينا، بنتك بتمثل عليك بقى، خلي بالك. احنا بينا شغل كبير وحاجات ومشاريع وناس. انا لا افشي الاسرار ولكن احذر. انا يلا. اهو. صح؟ دماغ. دماغ ايش؟ بس. بتمثلي على مين تاني؟ على البيت كله. طب ليه بتمثلي عليهم؟ ليه ما بتعمليش مثلا مشهد فانتاستيك؟ الله اكبر على الانجليزي بتاع. الله اكبر. فانتاستيك. الله اكبر. قولي يا رب. تعرفي تقولي الو؟ قولي الو. فانتاستيك. لا ما هي مش فانتاستيك. امال ايه مترجمه؟ اسمها فانتاستيك. اللي يقولها بقى هي عايزه امكانيه. هو بيقولها صح كده. ماشي. لا انتوا هتشتغلون مع بعض ولا لا؟ لا انتوا بتقولوا صح كده. طيب معلش بقى سد ودنك ثانية. سد ودنك ثانية. لا سد ودنك. لا اعمل كده. حط عليك. اعمل كده. حط كده. كده كده. اعمل يلا. على فكرة يا جماعة. ياه. حط ودانك. على فكرة يا جماعة. لو قلت انا مثلا على الانجليزي صح. يلا اتفضل. اتفضل. هو يسمعك ازاي؟ اتفضل. خلاص خلصتوا؟ طيب انا عايز بس اقول لك حاجه. اتفضل. التمثيل على بابا او ماما حرام. هتقولوا لربنا ايه؟ انا عايز بمثل على ماما وبابا. انا مش بمثل كل شويه اكيد. يعني انا بمثل مثلا لما مثلا عايزه اخرج مثلاً. انا زهقانه بقى وعايزه. بتعملي ايه بقى؟ ورينا ورينا كده. بصي انا بابا وانا ماما على بركة الله. مثلا اقول لها انا خارجه مثلا تقولي لا. ولا انا زهقانه بقى وقاعده في البيت تقولي لا. فانا بقى بخش الاوضه. الله. على اني مش مش هخرج. هنا بتخش الاوضه يا محمد. بس يا عايزه بس دي اسرار دي. قولي بس على اني مش هخرج. اه وبعديها بلبس. ايوه. وبعديها هي بقى بتقولي اخرجي. اه عشان انا ما ازعلش. فاروح خارجه بقى على طول. هل تعلم ان امك عرفت انت بتعملي ايه كده؟ فخلاص كده الموضوع انتهى. يعني مش هينفع تمثلي عليها تاني. تجري بقى تفتح الباب. باي باي يا ماما انا خارجه ما عنديش وقت. طبعا يعني انت اصلا بتخشي بدل المفروض تخشي تعيطي بتخشي وبتلبسي وبتجهزي ومستنيه. ما انا بلبس عشان انا عارفه انها هتقولي اخرجي. طب انا هسالك سؤال مهم. ماشي. مهم مهم. طيب لا لا هسالك والله بجد. ماشي. ايه اكبر تمثيليه عملتيها على بابا او على ماما؟ او على حد من زمايلك؟ او يعني حسيتي كده اللي هو مثلا بعد ما مثلت عليهم اوه ياه انا بركات كويلة التاني. لا ما بركات كويلة التاني. اللي في الكدب يعني. في التمثيل. لا في التمثيل. في التمثيل مش اصلا في التمثيل. الناس كلها مش بركات كويلة.
بركات كويلة واحد بس. عايزين بقى تمثيلية تمثيلية بقى يعني يكون حد يصدقك. عارف بركات كويلة واحد؟ اه عشان انت نجم. نجم طبعا الحمد لله الله اكبر. اديك 200 جنيه بس. مش عايزه حاجه. لا ما مش عارف ما مش حاسه ان انا عملت حاجه كبيره قوي. لا يعني مش شرط تبقى كبيره قوي، كبيره بس لسه صغنونه برضو. هي كبيره بس صغيره برضو. ماشي مش عارف. ماشي بس مش عارفه ده حلو قوي الكلام ده. ما انا ساعات بقى بقعد قولي قولي مش عارف ما عملتش حاجه كبيره اللي هو ان انا بقى في اول انا بركات كويله الثاني. اه بس انت بتسمعي الكلام كده كده بس ما كلام بابا يعني. اه صح كده يعني. طبعا اهم حاجه ان الطفل يبقى بيسمع كلام ماما وبابا ويمثل عليهم براحته برضه يعني. خد اللي انت عايزه بس بالتمثيل. ما انا بسمع كلامهم عشان ما يشكوش فيا لما امثل. الله اكبر يا بنتي. وانت مش متخيله ان البرنامج هيخلص وهتروحي انت؟ انت قلتي كل حاجه عن نفسك يعني. روداني طيب انت حسيتي مثلا ان انت عندك موهبه تمثيل واول مره مثلتي فيها مثلتي امتى؟ كان عندك كام سنه؟ السؤال ده عميق. عميق قوي. من اسئله بركات كلها العميقه. لا من اسئله الدكتوره هنا. من اسئله الدكتوره هنا العميقه بتاعه الاختراعات بنت مصر. ما انا مثلت انت يعني اول يا عزه تقول لك اول مره حسيتي بقى ان انت بتمثلي عندك موهبه التمثيل؟ لا انا كنت انا بحب التمثيل من وانا صغيره قوي بس مش قوي يعني اللي هو من صغيره حبه. انت ليه حاسه ان انت خمسه مثلا يعني؟ انت ليه حاسه ان انت بتمثلي سنه وانت صغيره؟ لا مش قوي كده بقى. انا بس انا ما كنتش لو مش حاطه في دماغي. بعدها بقى اما بقيت اشوف بقى المسلسلات وكده بقلدهم حسيت بقى ان انا بركات كويلة التاني. الله وليه تاني وليه تاني؟ لا 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 مش بركات كويلة التاني. وليه؟ الدكتوره هنا. الدكتوره هنا. طيب نفسك تمثلي ايه الفتره اللي جايه؟ او نفسك مثلا ايه الحاجه اللي لو مثلتيها تقولي اوه ياه انا بركات كويلة التاني؟ لا بص ما تقوليش بركات كويلة التاني. الدكتوره هنا. لا ولا الدكتوره هنا. قولي رودينا واسم بوكي. رودينا ساهر. طيب الاولاني انا بحب اصلا اتفرج على اللي هو بقى اللي هو عصابه بقى وخاطفين وكده. الله اكبر اكشن. اه بس احب مثلا الكوميدي. ايه ده مش عارفه. انت مين؟ مش عارفه. يعني ازاي بتحبي تتفرجي على اكشن وبتحبي تمثلي الكوميدي؟ يعني اللي هو ايه انا بحب مثلا ايه اكل عسل بس انا بحب اكل مكرونه. مكرونه اكتر والعسل قليل. ايه الذكاء ده؟ الدكتور هنا فين؟ قصدك ايه ان الدكتوره هنا فهمت يعني؟ لا 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 تسمحي بايه يعني؟ فاهمه قصدك وفاهمه قصدها. قصدك ان بركات كلها نجم العالم؟ لا ما فهمش. لا كده لا فاهم بس هي إيه فهمت اسرع واكتر. اه قدرات يعني. ايوه قدرات كده تعدي. قولي ما اعرفش بقى ازاي بحب اتفرج على الاكشن وامثل كوميدي. مش عارفه ازاي. ماشي يا رودينا. اكشن وكوميدي. طيب طيب انا عايزك توجهي رساله لكل الناس اللي بتحبك واللي بتتفرج عليكي وزمايلك وبركات كويلة وهنا والله يا رب والعالم كله. لكله اه بصي لكاميرتك وجهي رساله. لكله بصي ده مش الكاميرا. بصي اه انا بص لكاميرتك نجم بركات كويلة. لا بصي للكاميرا تمام يعني اللي بحبه. بصي للكاميرا الكاميرا اهي والله ما انا شايفاه. ماشي قولي. طب اقول لمين؟ وجهي رساله. قولي رساله للعالم كله مثلا اي حاجه. قولي اي حاجه انت نفسك تقوليها. اقول رساله للعالم كله. اي حاجه انت نفسك تقوليها لكل. هو احنا خلصنا يا جماعه ولا ايه؟ ازاي يا جدعان؟ طلعوا علينا يا جدعان. انا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والاصدقاء هنا والأصدقاء هنا والأصدقاء